بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله بإذن الله راح نتكلم عن البروفايل، إزاي تبتدي تعمل إيديتينج أو تبتدي تجري مجموعة من التعديلات على الملف الشخصي بتاعك. الأمر مشابه بشكل كبير جدا جدا على أي بيئة السوشيال ميديا، أي بيئة من بيئات التواصل الاجتماعي الإلكتروني. في عناصر كتير جدا مشتركة، بس العنصر اللي بيدينا فيتشر زيادة اللي هي الفكرة بتاعت وجود أفاتار و3D يعني. طيب يعني نبتدي من فين؟ هنبتدي بالضغط على كلمة بروفايل دي، وأول ما بنضغط على كلمة بروفايل بيظهر لنا البانر اللي موجود قدام مننا ده يتشرب الاسم بتاع حضرتك الديسبلاي نيم، اقصده طبعا ما بيكونش فيه صوره رمزيه. احنا هنحاول نتكلم ان شاء الله باذن الله عن مجموعه الاعدادات دي في الابيسود ده، الحلقه دي يا شباب. قبل ما نبتدي ندخل على اديت بروفايل هنخليها اخر حاجه خالص. اول نقطه بتظهر يا جماعه كلمه فيد. فيد ده عباره عن الحاجات اللي حضرتك بتحاول تعملها شيرنج. بالظبط كده، نفس فكره الفيسبوك. هو ايه اللي بيشوف بلد دلوقتي ممكن تشيره، فمجموعة الناس اللي موجودة حوالي منك بتبتدي تعرف ان حضرتك عملت شير لنقطة معينة، وناس ممكن تعمل لايك عليها او اقصد ناس تعمل لاف اقصد، وناس ممكن تكومنت عليها تبتدي تدي لك كومنت عليها. ده بيديني ability، بيديني الفرصة اني ادي التدوينات واكتب ردود عليها، بعيدا عن موضوع الرسائل الخاصة، بعيدا عن موضوع الشات برضو. النقطة الثانية كان خاص بأباوت. التاب الثاني ده أباوت، طبعا ده خاص بمعلومات عنك. المعلومات دي هنجيلها ان شاء الله بإذن الله في السيتينجز، بس النقطة اللي عايز ألفت النظر ليها بشكل كبير كلمة نوتس. نوتس دي عبارة عن مكان بتحاول تسجل فيه مجموعة من الملاحظات عن النوتس دي. الشاهد التدوينات اللي حضرتك بتكتبها هنا ما فيش اي حد اطلاقا ايا كان هو ايه او حضرتك مديله صلاحيات انه يبص على البروفايل بتاعك ما يقدرش يشوف اي شيء في النوتس دي. فالنوتس ديت عبارة عن مخزن في التوب سيكريت كده. الخانة الثالثة او التاب الثالث عبارة عن البيكس. البيكس ده بمثابة عارف انت بيك يعني حد بيحاول يلتقط حاجة معينة، لكن احنا مش هنعمل بيك حاجة من الارض ولا حاجة، لا الموضوع بتاع بيكس ده انت بتحاول تنتقي مجموعة من الاماكن وبتضمها في زي قائمة مفضلة عندك في مكان معين حضرتك كنت موجود فيه وعجبك بتحاول تضيفه عندك للمفضل. فمثلا انا ما عنديش اي اماكن ممكن اضيفها، فعشان كده ممكن اعمل كرييت بيك. فبمجرد من يعمل كرييتنج للبيك بيحاول يقول لي بص انت موجود في حاجه اسمها ايه، في حاجه اسمها اسم الجزيره لاند، نفس الاسم اللي موجود فوق هنا، انت عايز تضيفها عندك؟ لو انا عايز هقول له خلاص اوكي سيف بيك. مجرد ما اني اعمل لها سيفنج هلاقي ان هي اضافت للبيكس بتاعت القائمه بتاعت البيك اللي عندي. تمام رايت اوكي. النقطه الثالثه كانت خاصه بالجروبس، والجروب ده بمثابه المجموعات، وده ان شاء الله باذن الله مسار حديثنا لكن مش في الحلقه ديت على وجه التحديد. ده بالنسبه لاول نقطه خالص من فوق الاسم بتاعك. ونلاحظ يا جماعه ان في اسم مكتوب من فوق وفي اسم مكتوب من تحت، علشان في فرق ما بين الاثنين، وده اللي هنوضحه ان شاء الله باذن الله في خلال لحظات. لو انا نزلت على رمز الهوم ده وضغطت عليه ضغطه هيحاول يعمل لود للصفحه. المشاهد طبعا متوقفه على الكونكشن بالانترنت. بيقول لي طيب شير سمثينج، اكتب حاجه، شير حاجة. طبعا الامر ده مشابه لمسألة برضو النشر على البوست على الفيسبوك. طيب اوكي فانت ممكن تشير، وفي فيتشر صغيرة كانت خاصة بـ add your location but actually مش location زي فيسبوك location on يعني في في في
في الواقع لا ده لوكيشن، اللوكيشن الافتراضي على بيئة سكند لايف. جاست اكتب اللي في بالك وابتدي اعمل ايه، ابتدي اعمل شير. طبعا ده للفولوينج، الناس اللي هتشوف البوست ده الناس اللي هتعمل لك الفولو، الناس اللي عامله لك فولو. طبعا الترندنج ديت بمثابه الحاجات الهوت في سكند لايف الناس بتتكلم فيه، زي الترندنج بتاع تويتر. يعني مثلا ايه ماتش الاهلي والزمالك، بتلاقي ان تويتر كله هاشتاج الاهلي والزمالك، دولت الترندنج الحاجات الهوت، حاجات اللي هي ليها استهلاك كتير. انا طبعا مش هدخل على الترندنج حفظا ليه، اني طبعا الجماعه دول بيعملوا حاجات ملهاش اي 300 لازمه في الترندنج. يعني حضرتك ممكن تتاكد بنفسك. يعني الجانب الثالث، لو انا نزلت على بيبول، لو انا ضغطت على بيبول ديت، المفروض ان هو اكزاكتلي الامر ده مشابه للفريندز، الناس اللي انا ضايفهم على بيئه سكند لايف، الفيرتشوال فريندز تبعي. انا مثلا مش ضايف غير ريهام بس، واعمل لها فولوينج علشان اي بوست اي كومنت اي حاجه تبتدي تعملها تظهر عندي في الفيدز بتاعي. فهمتني؟ يبقى في فرق ما بين حاجتين اتنين. في فرق ما بين الفيد، الفيد ده بمثابه الصفحه الرئيسيه للفيسبوك، اي حد بينشر اي حاجه بتظهر. وفي فرق ما بين البروفايل بتاعي انا، انت ايه اللي في بالك، اللي في بالك الحاجات اللي انت انت بتنشرها بس على وجه التحديد. تمام كده؟ يبقى اللي في بالك ده بمثابه الصفحه الشخصيه، والفيد ده بمثابه ايه، بمثابه الصفحه الرئيسيه اللي فيها كل حد مع اي حاجه ممكن تظهر معك. الجانب الثاني ده تخص بدات بالفريندز. بعدين في فولوينج، في فولورز. انا طبعا ما فيش حد عامل لي فولو وانا مش عامل فولو غير لريهام بس، فبالتالي يعني لو ريهام نزلت حاجه المفروض انها تظهر عندي مثلا في الفولوينج، لان انا يعني ضايفها كده وعامل لها فولو. داير جنر فبيقول لي هتو بيديني الايكون بتاعت السيرش. لو كان عندك، لو كان طبعا الكوميونتي بتاعك كبير وده مع الاستهلاك مع الوقت هتلاقي ان لائحه الاصدقاء بتاعتك بتكبر بتكبر يوم بعد يوم. الجانب الثالث او الجانب اللي جاي كان خاص بالانبوكس. وايه في موضوع الانبوكس ده؟ بمثابه المسجز، بمثابه الرسايل. طبعا هو بيقول يو دونت هاف اني نيو مسجز، فالافتراضي انت ما بيبقاش عندك اي مسج، لكن المسج ديت يعني انت مثلا كنت بتتشات مع حد معين، وده موضوع هنجيله كمان شويه، ومثلا بتتشات من فرد لفرد ويعني مشيت، فالرساله ديت انت اوف لاين اقصد، يعني فالرساله ديت بتوصل لك في المسجز هنا. وطبعا هنا في نوتيفيكيشنز لو حصلت اي هنت، او لو حد بعت لك اي حاجه من الادمنستريشن من قبل الاداره مثلا بتاعه لندن الشركه المالكه لسكند لايف وغيره. الجانب الثاني كان خاص بالريكومنديشنز. ريكومنديشنز طبعا هو بيقول لي دي التوصيات، بيقول لي طبعا انت ما عندكش اي ريكومنديشنز لاني انا ما كتبتش انترستس. ايه الغريب في القصه؟ نفس فكره السوشيال ميديا يا جماعه، فيسبوك مثلا، انت لما بتيجي تكتب انا من هواياتي، او انا مثلا ضفت كتاب عندي في كتبي في الفيسبوك، الكتاب ده كان مثلا نقول الذين هبطوا من السماء للأسس مثلا أنيس منصور، فبالتالي فيسبوك هيروح يقول لك ده انت بص في سين وصاد وعين ولام ونون من الناس جاروا كتاب الذين هبطوا من السماء، ففي ما بينكم وبين بعض ايه حاجات مشتركه، فدول ريكومندد ان انت تعمل لهم ادنج او تضيفهم كصداقات عندك. دي فكره الريكومنديشنز. نفس المحيط بتاع السوشيال ميديا يا جماعه، ده بتعتبر برضه وسيله من وسائل التواصل الاجتماعي مع اضافه الفيتشر بتاعت سين او وجود شخصيه 3D. الجانب الاخير كان خاص بالسيتنجز، وهنا بقى نبتدي نعمل كنترول في حاجات كتير، من ضمنهم اول نقطه لبروفايل بيكتشر، الصوره بتاعت البروفايل بتاعك. وطبعا بتبتدي تعمل تشوز للفايل، وبعد ما بيفتح لك الابلودر بتاعك وبتختار الصوره. طبعا هو بيقول لك الاكستنشنز المتاحه جي بي جي بي ان جي او جي اي اف، اخرج بيكون عباره عن 5 ميجا، وجاست بتبتدي تحددها وهي بتبتدي تعمل لها ابلودنج عادي جدا. ده بالنسبه للبروفايل بيكتشر. النقطه الثانيه كانت خاصه بالديسبلاي نيم، وديت النقطة اللي احنا قلناها يا جماعة. طبعا الديسبلاي نيم غير النيم اللي انت اللي حضرتك سجلت بيه الافاتار، الاسم اللي حضرتك سجلت بيه الافاتار من الاول اللي هو الاسم اللي حضرتك بتدخل بيه على الابلكيشن بتاع سكند لايف اللي هو سكند لايف فيور من الصفحة الرئيسية، ده حضرتك ما بتقدرش تغيره بأي حال من الأحوال. لكن الديسبلاي نيم ده الاسم اللي بيظهر فوق اسمك، يعني فوق الافاتار، حضرتك شايف إن اسمي مكتوب كده أهو، ده نفس الاسم، ده ليك مطلق الصلاحية في إن أنت ممكن تغيره،
تحط له نجوم وتحط له حضرتك عايزه، بس مش هو ده الاسم اللي حضرتك بتدخل بيه بلوجن ان. لما بتيجي تفتح الابليكيشن ده او التطبيق ده او البرنامج بتاع سكند لايف فيور، حضرتك بتكتب الاسم مش ده، بتكتب الاسم اللي سجلت بيه في الافاتار من الاول خالص. تمام، علشان كده واحنا وبنسجل افاتار قلنا يا جماعه الاسم ده مهم جدا وما ينفعش يتكرر لانك مش هينفع تغيره بعدين. فعلشان تغير الديسبلاي نيم اللي بيظهر فوق الافاتار بتاعك، ممكن تكتب الاسم مره وتكتبه مره ثانيه وتبتدي تضغط على سيف. ده بالنسبه للديسبلاي نيم. الجانب الثاني كان خاص بالبايوغرافي. البايوغرافي ده يعبر عن زي نص سيره ذاتيه بسيط عنك. الجانب اللي جاي كان خاص بالانترستس، ودي نقطه اتكلمنا عنها قبل كده، من هواياتك مثلا الفوتبول، الشعر، اكتب اللي حضرتك عايزه، الارت مثلا، الهوم بيج لو انت كان عندك موقع انترنت وعايز تشير الصفحه الرئيسيه بتاعك، البارتنر. البارتنر ده شيء جميل. اون سكند لايف فيرتشوال وورلد امر محاكي للامر الطبيعي. بارتنر بمثابه رفيق، الرفيق ده بمثابه البوي فريند اور الجيرل فريند بمعنى ادق، يعني ده بمثابه الزوج او الزوجه برضو على بيئه سكند لايف. بس طبعا لو انت عايز تضيف بارتنر او رفيق ليك، المفروض بياخد منك تقريبا 10 لندن دولارز في مقابل ان هو يعلن ارتباطكم في الكوميونتي بتاع سكند لايف. امر جميل بصراحه. يعني الجانب اللي جاي كان خاص بالريال وورلد بروفايل بيكتشر، لو عايز تشير صورتك الحقيقيه، والريال وورلد بايوجرافي، البايوجرافي الحقيقي بتاعك، لان هو تقريبا بيعتبر ان البروفايل بيكتشر هنا في الصوره اللي فوق بيعتبر ان انت بص انت بتحاول تاخد برينت سكرين الافاتار بتاعك ده من وشه وبتبتدي تحطه، على اعتبار ان انت مش هتحاول تغير اطلاقا في مين في الافاتار بتاعك. لكن الكلام ده ممكن ما بيحصلش بشكل جامد، يعني عشان كده احنا بنبتدي نحط اي صور مختلفة ايا يكن. يعني ده بالنسبة للاعدادات الاساسية خاصة بالبروفايل. الجانب التاني كان خاص بالبرايفاسي. exactly as you think، بالظبط زي ما حضرتك بتفكر. برايفاسي that's mean اعدادات الخصوصية، مين يقدر يشوف shared by you، الفيد، الكوميونيتي بتاع سكند لايف كله يقدر يشوف، ولا حضرتك عايز اشخاص معينين بس هما اللي يقدروا يشوفوا الكلام ده؟ يعني هو بيقول لك كنترول هو كان سي يور بروفايل فيد اند يور بوست، مين يقدر يشوف سكند لايف كله؟ طب مين يقدر يشوف اباوت المعلومات اللي انت كاتبها عنك؟ كل الناس السكند لايف ولا الفريندز بس؟ طب مين يقدر يشوف الريال وورلد اللي احنا لسه عاملينها من شويه؟ مين؟ طب مين يقدر يشوف اهتماماتك، مجموعاتك، الاماكن اللي حضرتك ضفتها، الناس اللي انت بتشوفها، البوست بتاعك، الكلام ده؟ دولت البرايفسي، اداه الخصوصيه. الجانب الاخير كان خاص بالنوتيفيكيشنز. نوتيفيكيشنز النوتيفاي جاي من الاشعارات. طيب اوكي، يعني في النوتيفيكيشن بمنتهى البساطة اللي يهمني مقاما عندي نقطتين، الان اورلد والايميل. طيب يعني انت عندك طريقتين ممكن بيهم تحس بالاشعارات. الطريقة الاولانية الان اورلد، بانك تظهر لك حاجات هنا على الشاشة، مربعات كده وبتاع، ده في الان اورلد. ولو حضرتك علمت على الايميل اللي حضرتك مسجل بيه هتلاقي فيه كل انش بيحصل، كل حاجه بتظهر في الانورلد بيبعت لك ليها كوبي بمسج على الايميل، فممكن تلاقي الايميل بعد فتره كده عليه كميه كبيره جدا من الرسائل. فانا عن نفسي بشكل شخصي افضل ان حضرتك تصفر الايميل ديت. طيب الكومنتس افتر مي، لو انت عملت بوست وحد عمل كومنت يوصل لك نوتيفيكيشن، بس على الانورلد، اقصد جوه بيئه سكند لايف، يجي لك هنت هنا او اشعار هنا وتشوفه على الشاشه، ده الحاجه ده في حد عمل لك لايك اور لاف اور شير او الكلام ده. كومنتس اون بوست، كومنتس اون ماي سناب شوتس، كومنتس وين اي اب، يعني في نقاط مختلفه. وبعد ما تخلص بتبتدي تضغط على سيف. ده بشكل عام كده ما نطلق عليه بالبروفايل داخل بيئه السكند لايف، بانتظار حضراتكم انكم تملوا البروفايل، البيانات الاساسيه الخاصه بالبروفايل بتاعكم. وما تنسونا من صالح الدعاء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.